بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الجلسة الختامية لهذا المؤتمر الهام وبعد الاستماع إلى ملخصات الأبحاث في جلسات متتالية، يهمنا الآن أن نتوصل إلى مجموعة من التوصيات التي يتفضل بتقديمها الأستاذ الدكتور صالح عمار. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. توصيات المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية الآداب قسم التصميم الجرافيكي بجامعة الزيتونة، وعنوانه التصميم الجرافيكي بين المهنية والرسالة، والمنعقد في الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر 2014 ميلادية بجامعة الزيتونة عمان الكبرى بالمملكة الأردنية الهاشمية. جاء عدد الأبحاث المشاركة في المؤتمر 63 بحثاً علمياً وفنياً تناولت جميع محاور المؤتمر وأهدافه، وقد شارك بالحضور عدد كبير من السادة الباحثين من جامعات مختلفة من الدول العربية الشقيقة. وجاءت التوصيات كما يلي: 1. تأكيد دور التصميم الجرافيكي كوسيلة اتصال إعلامية مجتمعية ترتقي بشعوبنا العربية ثقافيا وجماليا تأكيدا على هوية أمتنا. 2. تعميق البحث العلمي والفني في مجال صناعة التصميم تحقيقا لرسالته في خدمة قضايا المجتمع وتطلعاته بالآليات العلمية والفنية، ومنها العمل على سبيل المثال العمل على إيجاد مجلة علمية فنية محكمة في علوم وفنون التصميم. 3. أهمية التأكيد على دراسة مقومات العمل الإبداعي في كليات الفنون والكليات المتخصصة لإعداد مصمماً أكاديمياً يقدم ابتكاراً وإبداعاً في مجالات الفن التشكيلي. 4. استثمار التصميم الجرافيكي في مجال التعليم والتعلم كوسيلة لتحقيق تعليم ابتكاري غير نمطي. أخيراً، التوصية بأهمية بحث ودراسة المصطلحات التخصصية في مجال الفن والتصميم بحيث يتفق على وحدتها إقليمياً وعربياً بما يحقق مفهومها العالمي ويعود بالفائدة على دارسي وباحثي مجالات الفن والتصميم، مع تحيات اللجنة العلمية للمؤتمر. أشكركم. وفي النهاية، بسم الله الرحمن الرحيم، باسم جميع المشاركين بالبحث والمراجعة والحضور في المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية الآداب بجامعة الزيتونة الأردنية، أتقدم بخالص الشكر والإعزاز لإدارة هذه الجامعة على رعايتها لهذا المؤتمر العلمي والفني الهام الذي تناولت أبحاثه قضايا من أهم قضايا العصر الحديث، قضايا الفن والتصميم والاتصال، تأكيداً لتطوير وتحديث ومسايرة العصر فكرياً وتقنياً ومهنياً، تحقيقاً لرسالة من أهم الرسالات في مجتمعاتنا المعاصرة. وباسم المشاركين نلتمس من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الدكتور رشدي حسن أن يرفع شكرنا وامتناننا لجلالة العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين متمنين كل الازدهار والتقدم للمملكة الأردنية الهاشمية
تحت رعايته الجليلة والمستقبل المشرق لأمتنا العربية والإسلامية، ولكم جميعا كل التحية. شكرا. يا جماعة بس في إشارة كده من إدارة المؤتمر أو اللجنة المنظمة المؤتمر إن الشهادات لكل المشاركين في المؤتمر هتتوزع مساء في حفل العشاء اللي هو في جرش. شكرا. في اقتراح بصورة جماعية من فضلكم، بس هي عايزة تنظيم شوية. يعني بنقترح ان كل زميلاتنا الافاضل السيدات والنساء تحت